وارد ومورد مهم هو اللاعبين المغتربين. نعم. والمحترفين اللي اريد اخذ راح يعني راح بالاخير ضروري تنطيني راح اتناول لان اكو اجراءات ما يعلمها الاخرون ويتهمون الكوادر التدريبيه والاداريه انه اكو هناك قصور وقصور، اكو نعم. اجراءات الاتحاد الدولي واجراءات الاتحاد الاسيوي واجراءات الاتحاد العراقي واجراءات يقوم بها مدير الفريق واجراءات يقوم بها اللاعب نفسه. كابتن عبد الغني، واحدة من البدائل للبحث عن اللاعبين الجيدين اللي يمكن ان يحضدون دور المنتخبات الوطنية هم اللاعبين. بالنتيجة ما لقينا اللاعبين الفعليين الحقيقيين اللي يصنعون الفارق واللي ممكن ان يخدمون الكرة العراقية. نعم، طبعا هذا موضوع اللاعبين المغتربين انا عندي برأيي انه هو لازم يتبناه الاتحاد او الوزارة او اللجنة الأولمبية. الآن يعني المعلومات أو اللي تجينا عن اللاعبين المغتربين، يعني أنا واحد من الناس ما أقدر أتعامل ويا أي شخص إذا ما أشوف اللاعب أمامي لأسباب مختلفة. نعم. بس يعني يقول لك اللي ما يعرفك ما يثنك، بس قد يكونون الأخوان اللي يتواصلون يعني هم قمة بالنزاهة، لكن إحنا مجتمع نخاف على أنفسنا صراحة. يعني وبالنتيجة قضية فنية صراحة أحكي لك. نعم. فلذلك من أذكر أقول أنه عندنا معسكر كان المفترض أن يكون 15-4، من خلاله أنا مقدم دعوة لثمان لاعبين مغتربين بالتحديد، وهسه ممكن أستاذ كريم يعطيكم الأسماء، وأنا قلت له ثبت يعني أي واحد تتواصل وياه موجود ثبت تفاصيل. نعم. يعني حتى لا تقول لي والله مو قلنا له وخلص هذا هو، كان تقول ثبت تفاصيل اتصلت بيش وقت شنو المشاكل اللي عنده، ممكن هسه كل لاعب ينطيك عليه تفاصيل ليش. لكن احنا 15-5-6 يعني اول تجمع عندنا خارجي، لان هم بالعراق ما يقدرون يجون. نعم. خارجي 5-6 وكلهم ما عندهم جوازات عراقيه. نعم. هذا شو كتب يعني. نعم. حتى قيس العاني هسه مثلا بعض الاحيان اكل بعض يقول لك مو قيس العاني سافر وين المنتخب الوطني. نعم. سافر وين المنتخب الوطني بجواز فقط، احنا نحتاج جواز وهويه احوال مدنيه. هويه احوال مدنيه والعمر عمرنا لتثبيت اللاعب اللي عنده اي دي بالاتحاد الاسيوي. يعني هسه احنا مثلا يعني لاعبين يروح للمنتخب الوطني ما يصير عنده اي دي؟ لا ما يحتاج. لا لا. لا لا هو حاليا حتى بالوطني ما مسجل. حتى بالمنتخب الوطني هو ما مسجل. نعم. احنا يعني لانه صدروا على سبيل التجربه عبد الكريم ناعم تواصل ويا والد اللاعب، ويعني احنا بهذا المعسكر بلغناه انه اقصى شيء ايش قد يقدر يجي ويوصل للعراق ويكمل مستمسكاته حتى ممكن ان نضيفه. نعم. ما حصل هذا لانه قلت لك احنا بالتسجيل للمنتخب الاولمبي نحتاج هويه الاحوال المدنيه. نعم. ونحتاج الى بيان ولاده ونحتاج الى جواز يمكن بالاضافه الى صورتين ومخاطبه الاتحادات. يعني مثلا لاعب بالنرويج لازم نخاطب الاتحاد النرويجي وبعدين لازم نخاطب الاتحاد الدولي اذا كان مشارك في بطولات. نعم. الفئات السنيه او لا، فهي اجراءات ممكن استاذ كريم لانه هذا عمله. نعم. لكن بالتالي أنا الآن بالمنتخب الأولمبي عندي مشاكل ببعض المراكز، مشاكل مهمة جدا وهي قد تكون مشاكل الدوري أو مشاكل حتى المنتخب الوطني. صانع ألعاب لاعب فحاولنا يعني عقله يتردد اسمه كثير على المنتخبات الوطنية على الآن ما يحق له صار عمره أكثر مو فقط علي وريبين أسعد أيضا. نعم. البعض مثلا هو اللاعب شفته أنت علي يعني خامة ممتازة خامة جيدة لكن يعني يحتاج لمباريات. يعني احنا الآن عندنا مثال شيركو كريم واحد اختياره للنادي خطأ سبب عدم توفيقه بالنهائيات. يعني انت لو تشوف شيركو بالمباريات التجريبية واحد من افضل اللاعبين كان، لكن ما اقول اخفق بالمباريات لكن اضاع فرص سهلة سببها انه هو ما يشترك بناديه كلاعب اساسي. نعم. او مثلا كل 10 مباريات يمكن يلعب 10 دقائق وهذا طبعا سوء اختيار بالنسبه. نعم. له. نعم. والان انا اتكلم معاه هو الان بصدد طلب يعني انتقال من نادي حتى يروح النادي اقل درجه، يعني اقل درجه مو استعمل الفرصه يلعب يعني ناديه من الفرق. نعم. المقدمه بسويسرا. نعم. هو ممكن يروح مثلا النادي مثلا سابع ثامن حتى تصير له فرصه. حتى تصير له فرصه. ريبين اسعد البعض مثلا من الناس ايضا يسال عليه ريبين بالتحديد بشهر العاشر
أربعة فكل التفاصيل عندنا للاعبين. مثلا عندنا لاعب كنت أتمنى أن يكون معنا، عندي معلومات عنه جيدة، يعقوب المهاجم. وهو مشترك، يعني اللي خلاني أنه أسعى إلى أكثر هو مشترك بسن 16 و17 سنة متدرج. فالمشكلة أيضا الجوازة، أكو لاعب في فرنسا أحمد علي مركزه مهم، يعني يلعب بالوسط واحنا محتاجين لاعبين بهذه يعني بهذا المكان. لكن اللي تفاجئنا به حتى جواز الفرنسي منتهي الصلاحيه مالته. البعض قد ما يعرف يعني هاي التفاصيل الان اللي احنا نحكيها، والبعض الاخر بعض الاخوان يعني عاد ما اقول له انت ليش تهم الشارع الرياضي مثلا تتكلم كلام هو مو واقعي، انت ما تعرف يعني انت الان المفروض تتصل تقول لي يا ابي ليش دول اللاعبين المغتربين ما عندكم مثلا ما موجودين؟ شنو الاسباب؟ راح انا ممكن انطيك اسباب واقعيه، ما انطيك اسباب، احنا دول كلهم اخواننا وولدنا. لكن انت من تتكلم هذا الكلام وتيجي تسال رئيس الاتحاد تقول له، ورئيس الاتحاد ما له علاقه بهاي التفاصيل، تفاصيل احنا اولا لازم تمر بينا كمدربين ويعني الاجراءات التسجيل. بالتالي يلا مثلا ممكن يكون رئيس الاتحاد بطرف، انت تيجي تسال رئيس الاتحاد يقول لك والله المدرب ما مقدم لنا اسماله، بالتالي من اسئله يقول لي مو احنا هاي مواقعنا اكو عندنا اعلانات، فشلون لازم اكون نحكي فد كلام؟ ويعني احنا معقول نوصل هالمراحل حشاكل الرخيصه انه مثلا انت يصير تجاوز على كابتن عبد الاله او على مدرب او على كذا، والله انا حتى الموقع مالي لازم احصل ب لايكات وكذا لانه انا عندي اعلانات وعندي، فالجمهور ما يعرف يعني انا ما كنت اعرف يعني لما حجالي هذا حجالي هاي التفاصيل قلت له معقوله يعني احنا اكو عندنا هيك ناس تفكر بعدين هاي بالنهايه انه لمصلحتنا. يعني اليوم اي لاعب من عنده مستوى فني عالي هو احنا الان بنعاني يخدم المنتخب، واللاعبين قد يكونون لاعبين متاسسين. والبعض الاخر قد يكون احنا ما عندنا ثقه ببعض الناس، مع احترامي لكل الناس لكن قد يكون ما عندنا ثقه بهم انه ما نعرف احنا شنو اللي يقول علينا يعني، وبالتالي احنا نريد اسمنا نحافظ على سمعتنا لا اكثر ولا اقل. ما نريد شيء ثاني. اريد اكمل للكابتن كريم يعني بهذا الشان يعني فيما يتعلق باللاعبين المغتربين. صراحه فيما يخص اللاعبين المغتربين بس اقاطع، الوحيد اللي حاول يوصل والفتره قليله جدا هذا راد، لكن فيزا ما حصلنا عليه. يعني احنا واحد من الاسماء اللي كان ممكن ان يكون معانا علاء مهاوي، لانه احنا ما نعرف كان كابتن باسم يستبعده من القائمه. فمن عرفنا انه مستبعدي حاولنا انه ناخذه ويانا، وخابرت بنفس اليوم على استاذ كريم قال مستحيل بعد لانه الفيز يعني مجموعه لشركه كذا. فحاولنا انه لؤي العاني نحصل له فيزا يلتحق بينا بتايلاند، وهو اللاعب يعني او والده عنده جواز. هو ما عنده جواز عراقي. لو عنده جواز عراقي ما شنو المشكله كان محلول المشكله. نعم كابتن، احنا عندنا بالمنتخب الاولمبي صراحه ثمانيه يعني اللي هم ممكن مغتربين اسمائهم. اربعه منهم ما عندهم جوازات، اللي هو احمد علي جوازه فرنسي، احمد علي فرنسا جميعهم خاطبتهم واكتب لهم رسائل بالعربي وبالانجليزي، وبعضهم ما يعرف يتكلم لا عربي ولا انجليزي، ممكن والده او احد بديل عنه. ايضا يعقوب يونس جوازه تشيكي وما عنده جواز عراقي. عندك لؤي العاني جوازه ما عنده جواز عراقي وانما جوازه مغربي. جودة صالح هذا ايضا جوازه منتهي، راح ينتهي صلاحيته 7-8 وما ممكن تنطي تاشيره الا 6 اشهر بالجواز. يعني هذا واحد من الناس اللي هم كان ممكن ندعيه الى تايلند. وجوازه اللي هو جوازه سويدي ومنتهي الصلاحيه. ذول الاربعه خاطبتهم بناء على طلب المدرب، قلت لهم احنا في حاله تم اختياركم الى ضمن القائمه الخمسين. 2-3 ومنها المراجعة السفارة، وأي أمر تحتاجوه بالمساعدة إحنا جاهزين للمساعدة ومساعدتكم. ما جاوبوني بعضهم، عدت مرة ثانية، واحد قال أنا راح، اللي هو جودة صالح قال راح أخذ رأي النادي مالي. إحنا بالنسبة لنا كإجراءات رسمية، أول إجراء هو مخاطبة الاتحادات المعنية. احتمال لاعب أحد المنتخبات أو ك
كذا. طبعا هذا كان سبب بعدم يعني اللاعب علي الناشئ، واحد من اللاعبين المفروض، هذا لاعب كان من المفترض ان يجينا لتايلند واعتذر، خابرنا اعتذر يعني بسبب المرض، تمرض والمفروض هاي الفترة نسجله، لكن سجل آخر دقائق، آخر دقائق الكابتن علي الناشي الوحيد. صراحة أنا يعني أريد هنا أنا أيضا أبين موقف، الرغبة عند اللاعب أيضا أهم. يعني علي الناشي الكابتن يدري بي إجراءاته من الاتحاد تأخرت. احنا اليوم واحدة من مشاكل ياسر قاسم الرغبة، عنده جواز عراقي، عنده جواز عراقي وعنده رغبة شديدة صراحة. هذا الشخص هو راجع للاتحاد، وإحنا شايفين كان معانا معسكر الإمارات. نعم يعني بعد الإمارات عندك معلومات عنه. نعم فراجع للاتحاد النرويجي، وآخر ساعة قبل ما ينسد السيستم بعث لنا الموافقة مال الاتحاد النرويجي أنه ما لاعب منتخبات، ما عنده كذا كذا، لأن هذا أمر مهم. نعم. يعني ما نعتمد احنا على كلام اللاعب يقول انا مشارك مباراة واحدة مع مشارك مباراة واحدة بتجريبية، وهذه ما تمنع من تسجيله وين. ولحقنا نسجله هذا الوحيد من هالمجموعة علي الناشئ وايضا شيركو اثنين يعتبرون مغتربين. شيركو ما عنده مشكلة لانه شيركو بالاساس يعني جوازه عنده، الاخوان اللي ما عندهم جوازات المفروض عنده مستمسكات لوالده ووالدته، يراجع السفارة، يقدم إجراءات، وإحنا أيضا نساعده بهذا المجال. معظمهم ما راجعوا، أنا يعني نتمنى أنه نضمهم أنه طيب. بس رغبتهم المفروض هو يراجع. هسه من ضمن هاي المجموعة اللي حضرتك يعني ذكرت أسماءهم، منو ممكن يعني أن تسمح له الفرصة أن يشارك مع المنتخب الأولمبي في التصفيات؟ بالوقت الحاضر نسد التأجيل صراحة نهائيا، ما عندنا على النهائيات إن شاء الله، على الناشئ وشيركو أيضا، والفرصة سانحة لهم بعد تجاوز التصفيات إن شاء الله. طبعا ممكن، لأنه 50 اسم آخر. بس أريد أعلق على موضوع قيس العاني اللي هو حارس مرمى. صراحة قيس العاني حصل على جواز من مجلس الوزراء، فقط جواز دون أن يحصل على هوية أحوال مدنية اللي هي بالنسبة لكم. وأيضا راسلناه وبعثنا كتاب في المنتخب، بعث له كتاب في 2016 إلى الاتحاد المعني ماله وما جاوبوا، وبعثنا له بعد ما رجعنا من تايلند مرة لاخ وما جاوبه وقال ما واصل. دزيت له شخصيا الكتابين اللي رايحة إلى من للاتحاد البولوني. نعم. فأيضا ما نقدر نسجله إذا مو يطلع هوية أحوال مدنية عراقي، لأنه السيستم يطلب، وبالذات هو مولود في بولونيا، يختلف المولود في خارج العراق يحتاج مخاطرة الاتحاد الدولي والاتحاد المعني ماله وتغيير اتحاد. نعم. بينما علي الناشئ مولود في العراق فقط اتحاده، ما عنده مشكلة فقط اتحاده، مو تغيير اتحاد من اتحاد دولي. فخاطبناهم عدة مرات، وانت تعرف احنا مكلفين يعني بالمهمة متأخر، وهاي اجراءات يرادلها ما ممكن يعني احنا الامور الادارية ترى. ليش تكلفتوا بوقت متأخر يعني ما دام احنا بحاجة ماسة يعني انا واحد الى خدمات هؤلاء؟ انا 15/3 انا امري صدر 1/4 كمدير للمنتخب الأولمبي، ومع ذلك بدينا مباشرة ويا الأخوان هؤلاء بالمخاطبات. يعني أنا هاي الأسماء نعطيها من شهر الرابع من شهر الرابع نعطيها منطيها للاتحاد، منطيها لي وللاتحاد، ومخاطبات بيني وبينهم، وهاي كل معلومات عنهم. لكن أيضا مو بس احنا لازم نتحرك، المفروض هو الشخص المعني، لأنه المستمسكات عنده، المراجعات عنده، مو أنا اللي أراجع سفارة العراق في البلد ماله. نعم. هو لازم يراجع، وش يطلبون منا؟ قلت له شو يطلبون؟ احنا حاضرين. إذن هذه هي فرصة توضيح أنه هؤلاء اللاعبين اللي عندهم رغبة يجب أن يكون هناك يعني أنا أشيد على صراحة أشيد على علي الناشئ، لأن أصر على آخر لحظة وأنا وياه أتواصل، حتى طيب. الكابتن ما يدري يعني بآخر لحظات بعث الجسمة وبعثته مباشرة إلى، كانت عطلة الاتحاد، مباشرة بعدتها إلى زياد مدير العلاقات. نعم. والشخص قال زين لحقنا على آخر لحظات. المهم الحمد لله والشكر أنت تسجل.